اشكر ساده السفير سفير مصر في تونس سياده السفير نبيل الحبشي، وبشكره على المجهود اللي بذله مع الفريق، بيوفر كل حاجه من المعلومات اللي بتجيلنا. سياده السفير برحب بحضرتك. بالخير يا كابتن شادي، والف مبروك لينا، وان شاء الله مبروك برضه يوم الاحد بالليل ان شاء الله. ان شاء الله. سياده السفير، قبل ما اسال حضرتك في اي حاجه، خليني باسم كل الاهلاويه ومجلس اداره النادي الاهلي بشكر حضرتك على المجهود المبذول. انا عارف حضرتك بتبذل مجهود كبير مع الفريق، بتوفر كل حاجه، فقبل ما اسال اي حاجه تحياتي لحضرتك، وبشكر حضرتك مره تانية على مجهود حضرتك مع فريق النادي الاهلي. الله يخليك يا كابتن شادي، ده شكر على واجب، وده اقل ما يمكن تقدمه لفريق عريق زي النادي الاهلي اللي انا بعتبره سفير الكره المصريه في الخارج. سياده السفير، كلام كتير عن النادي الاهلي هيسافر الاربعاء اللي اتاجلت الخميس، عايزين نعرف من حضرتك النادي الاهلي هيسافر امتى ان شاء الله على سوسه؟ هو كابتن شادي التوجه هو السفر بعد ظهر يوم الخميس ان شاء الله، يعني المبيت هيبقى في سوسه يوم الخميس على خير ان شاء الله. وزي ما حضرتك عارف طبعا المباراه يوم الاحد الساعه 6:30 بتوقيت تونس، يعني 7:30 بتوقيت القاهره. تمام. انا على تواصل مباشر مع نائب رئيس نادي النجم الساحلي الاستاذ حسين جناح، والحقيقه مقدم كل التسهيلات كل التسهيلات، ولسه انا حتى يعني ده تواصل يعني ساعه ساعه يعني اتقابلت معاه من شويه، وكنا بنتكلم على يعني اماكن الجمهور المصري والمؤخرين بجزء كبير من الاستاد للجمهور المصري. الامور ماشيه الحمد لله على ما يرام، وبرضه بكره او النهارده جاي الاستاد حتى في التواصل مع وادي سوسه اللي هو يعني محافظ برضه للوضع الترتيبات النهائيه، فالامور الحمد لله ماشيه على ما يرام. سياده السفير، اكيد حضرتك متابع كل حاجه، مباراة النجم الساحلي لا تقل أهمية عن مباراة الترجي. الأجواء مختلفة، يعني أنا عاوز أقول لحضرتك إنها ممكن تبقى أهم كمان، لأنه ده مش فريق سهل خالص، دول كسبونا قبل كده على فكرة لو حضرتك تتذكر. وفي نفس الوقت كمان في بقى يعني هيبقى في يعني مش عاوز أقول طارئ، إنما يعني لازم تاخد يعني واخد حضرتك إزاي، فطبعا ده يجب التركيز، واعتقد الولاد مركزين جدا، والكابتن حسام البدري يعني فكره عدم مغادره عدم الذهاب والعوده مره ثانيه من القاهره كانت فكره يعني جيده، وتؤدي في النهايه الى تركيز تام من قبل التعديل، وده المطلوب لان احنا لو ركزنا هنكسب الماتش ان شاء الله، انما طبعا اي حاجه فيها يعني ديستورشن و او عوده او الكلام ده وتعب كل الكلام ده ما كانش له لازمه في المرحله دي. انا اعتقد ان الكابتن حسام الحقيقه كان القرار اللي اخذه كان قرار حكيم جدا. سياده السفير، بالنسبه للامور الامنيه برضو عشان نطمن على فرقتنا، بتختلف ما بين سوسه و و و و و و و وفرقه وفي تونس العاصمه؟ لا، الامن مستفيد جدا في مستفيد جدا في سوسه، ما فيش اي مشكله خالص. انا بس برضو يعني بعاود بعد اذنك كابتن شادي ان انا يعني اعيد يعني دعوه لجماهير النادي الاهلي الوطنيه، موضوع الشماليش لا داعي اطلاقا ل يعني الذهاب بشماليش في الاستاد، وبقولها بصراحه يعني على النبي لا افشي سر، التفتيش شديد ودقيق جدا مع جماهير، فبالتالي يرجى يعني التاكيد على موضوع الشماليش، لانه كان حصل لنا مشاكل كثيره مع الجماهير قبل دخول المباراه، ولولا تدخل الكفار الحقيقه ما كانوش هيحضروا حتى الماتش يعني. بترجى حضرتك بس توجه النداء الى الجماهير، موضوع الشماليش ده من هنا واخدينه بجديه شديده جدا. طيب ما دام جبت كلام على الجماهير، ده مهم جدا نسال حضرتك تقول لنا كل حاجه عشان نبقى عارفين الامور رايحه فين وجايه منين. بالنسبه ما يخص الشماريخ هنتكلم فيه بعد ما نقفل مع حضرتك. النقطه الاهم، الجماهير في التزام في انضباط ولا في مشاكل؟ لا، في انضباط تام على فكره، انضباط تام، ما فيش اي مشكله خالص خالص خالص، حيث يعني كان جماهير النجم الساحلي ما فيش اي مشكله. وعلى فكره زي ما بقول لحضرتك انا كنت لسه قافل مع استاذ حسين جنيح الكلام، ومعروفين الجماهير على فكره بتاعت الجماهير التونسيه بصفه عامه، ما فيش اي تشفي اي شغب ولا حاجه زي كده، ويعني التزام تام بما تعتقد فيه الروح الرياضيه بين الفريقين ان شاء الله. سياده السفير، انا عارف قلت من شويه قبل ما حضرتك تدخل معايا مش عايز ارجع لورا، لان دايما النادي الاهلي حتى كثقافته في التفكير لعبته ادارته ومجالس ادارته على مدار التاريخ
بتقفل الصفحه وبتشوف بكره في ايه. لكن عايز ارجع بالصفحه لحضرتك لورا لمباراه الترجي والنادي الاهلي بيدخل الشوط الاولاني وفي هدف دخل مرماه بيخرج اكيد بيبقى في احباط اكيد لان انت كنت محتاج ان انت تفوز، ولكن اللي انت تجيب هدفين كمصري موجود في الاستاد واكيد النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، مشاعر حضرتك مع هدف اجاي ولحظه الانتصار بعد ما الحكم صفر، عايزين نعرف مشاعر حضرتك، ده مهم جدا بالنسبه لنا. يعني زي ما قلت لحضرتك يعني طبعا يعني اصبحت روح فانيله النادي الاهلي دي يعني شعار يطلق لفرق اخرى، يعني زي ما قلت مثلا خلي عندكم روح فانيله النادي الاهلي يعني تقولوها لفرق اخرى. فطبعا ده انعكس في الملعب بالفعل، مأخذين 1-0 وحاله سيئه جدا وشبه مستحيل انك تعوض بجونين في وكان هيجي الثالث على فكره، يعني كان ممكن يبقى 3-1 كل سكور زي ما حضرتك عارف. طبعا. فطبعا ده ما فيش غير الاهلي يقدر يعرف يعمل الحكايه دي. احنا فانا طبعا يعني زي ما قلتها قبل كده انا بكيت في الدور الثاني من كتر يعني المشاعر وال الاحساس بال انا عندي احساس بشويه ظلم كده، لان انا كنت شايف ولقيت ما فيش انا اعلق على يعني قرارات الحكم، انما انا كنت شايف انه الحكم ما كانش واقف في كل قراراته تجاه النادي الاهلي بصراحه. ربنا اكرمنا الحمد لله في ذات الوقت وفي المباراه وعوضنا، فالحاجات دي يعني بتخلي المشاعر فياضه، وفجاه تلاقيها طلعت مره واحده طلعت بالفعل مع هدف بتاع جونيور، وكان جنبي الكابتن محمود طاهر وحصل معانا نفس الحكايه. تمام. سياده السفير الاقامه في سوسه كله تمام والتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مفيش اي مشاكل في الكلام ده كله؟ مش اي مشكله خالص، وتصادف انه نائب رئيس النادي انا بتحدث معاه استاذ هو صاحب الفندق اللي قاعد فيه الفريق، يعني مجهز وعامل كل التسهيلات للفريق، والحقيقه يعني يعني شوف الروح الرياضيه بتاعتهم برضو انه ايه يعني ده انت جاي تلعب مع فريق اللي هو نائب رئيس بتاع الفندق ومسهل لك الدنيا كلها وعامل الحقيقه يعني كل الترتيبات اللي احنا طلبناها اتعملت. بسياده السفير مره ثانيه بشكر حضرتك جدا جدا على المجهود المبذول، بتوفر كل حاجه مع كابتن سيد عبد الحفيظ للنادي الاهلي، وبنقل تحياتي وتحيات كل الاهلاويه لحضرتك يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا على الهاتف سياده السفير نبيل الحبشي سفير مصر بتونس، بدور محترم لكل المعلومات اللي عندنا، السفاره بصراحة مش مقصرة خالص مع الفريق، ان الناس بتبذل مجهود، اي طلبات للنادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ لما بيطلب اي حاجة سيادة السفير بصراحة حاجة مشرفة حاجة محترمة، عشان كده مرة تانية بنشكر